اخترت لكم لليوم اربع كولكشنز. اول كولكشن من مارك جايكوبس يلي هي خبر الشهر، اطلاق اول مجموعه ميك اب لمارك جايكوبس بالمنطقه. الكولكشن الثاني هي من عطور توم فورد، الاورينتد كولكشن، ومن جيرلان وديور رح نحكي عن فيستيف سيزن كولكشن، كولكشن يلي خاصه بموسم الاعياد يلي بتكون ليميتد اديشن. أعلنت بفخر دار مارك جايكوبس عن إطلاق أول مجموعة مستحضرات تجميل لإلها تحت اسم مارك جايكوبس بيوتي. رح تكون موجودة حصرياً بمحلات سيفورا بمول الإمارات بدبي. أكيد الإنسبيريشن لهالكولكشن كانت The Girl. بنشوف الألوان كتير قوية وبرايت، والتشكيل كتير حلوة من ماسكارا، الفاونديشن، النيل لاكر، الجلوس، الهايلايتر اللي أنا المفضل عندي من هالكولكشن اللي بيستعمل تحت العين أو داير مدار الشفاه. أنا بتوقع على مارك جايكوبس نجاح كبير بمجال مستحضرات التجميل. الكولكشن الثانية اللي رح نحكي عنها هي من توم فورد. أنا كل شيء بيعمله توم فورد بحبه، من الفاشن للبيوتي وخاصة البرفيوم. هيدي البرايفت بلاند أتوليه دوريان كولكشن، خاصة جدا بالمنطقة، بتتألف من أربع برفيومز يلي هن الفلور دو شين، ريف دامبر، البلوم جابوني، والشانغاي ليلي. هيدي الكولكشن مستوحاة من الجمال الرفيع، الأحاسيس الغامضة، والطرف الفاخر الخاص بآسيا. كل عبير بيسرد قصته العطرية الخيالية الغنية يلي بتتعلق بآسيا عن طريق استخدام مكونات بتحتوي على تأثير غني بالشرق، من الزهيرات الرائعة والفاكهة الغنية إلى التوابل العطرية والزيوت النادرة. ما في شك إنه هيدا الكولكشن ماست هاف لهيدا السيزن. أنا البرفيوم المفضل منهم هو شانغهاي ليلي، وبحب إدمجهم ببعضهم. خلط البرفيوم كتير بيطلع حلو، وما في روز لإلها، أنتوا بتخلطوا على جسمكم وبتشوفوا شو بيطلع حلو وشو اللي بيلبق لكم. دار ديور هيدا السنة أطلقوا على مجموعة كريسمس لل 2013 اسم Golden Winter. ومثل ما بتشوفوا الكولكشن مميز جدا، مستوحات من قصر فرساي، من فخامة قصر فرساي. انا نقيت كم مستحضر منهم، اكيد هي مجموعة اوسع وليميتد اديشن لموسم الاعياد بس. حبيت كتير الفيرني اللي هو ديور فيك بلونين، الوينتر والمارلين. الاحمر كتير حلو بالشتاء، وهيدا بيجسد فصل الشتاء الذهبي اللي حبوا ديور يمثلوه باللون الذهبي. وكمان الديور فيك ليبستيك او احمر الشفاه، نقيت انا الاتوال اللي هو رقم 41، اللون النيود او الناتشرال، بيلبق كتير على الميك اب اللي حطته اليوم. وكمان اخترت ديور ادكت جلوس باللون يلي بيلبق مع احمر الشفاه اللي اخترته. انا كتير بحب الباكجينج تبع ديور، كتير مميز وكتير جلامرز. اخر كولكشن يلي هي خاصه بموسم الاعياد من جيرلان. هيدي السنه جيرلان غيروا كل الباكجينج وعملوه اسود، انسبايرد بليالي باريس الساطعه. الكولكشن نقيت منها ثلاثة برودكتس، هي اسمها لابتيت روب نوار، وكل برودكت له اسم خاص. اول واحد هو التيراكوتا يلي بنستعمله كلنا، ولكن كل سنه بيعملوا باكجينج جديد واصدار محدود منه، اسمه كريزي تيراكوتا. انا كثير بحبه طياتي، مثل لون حلو للبشره والوجه. ثاني برودكت من جيرلان هو كريزي باريس، باليت كامله لمكياج العيون، ضروريه جدا بموسم الاعياد. كثير حلو الباكجينج تبعه، والالوان اللي فيها خيار كثير حلو. الثالث برودكت هو سو كريزي، هيدا الشمر بيستعمل للوجه وللبادي، وكتير حلو كيف عليه لابتيت روب نوار الرسمي يلي معروفة يلي منحبها من بارفان لابتيت روب نوار من جيرلا. أكيد المجموعة هي كتير أكبر من هيك، ولكن أنا هول هن الثلاثة برودكت يلي اخترت لكم اياهم. في شك انه لازم تهتموا بوشكم وبالبشره لتحضروها لمكياج الاعياد. مثل ما شايفين بالماركت في كولكشنز كتير حلوه، انا اليوم عملت ريفيو على قسم منها، ورح يكون عندنا لقاءات تانية تنعمل ريفيوز جديده.